انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وتداوله رواده لمحمد العربي زيتوت عندما قطع اللايف على المباشر من صفحته على الفيسبوك واليوتيوب بعد وصول الشرطة البريطانية إلى منزله. دعونا نشاهد الفيديو. نعم، أراني في اللايف، قول لهم they have to wait please. They can't. Okay, I'm coming. اسمعوا لي إخواني، يبدو أن الشرطة جاءت الآن، يجب أن أقطع معكم الاتصال. محمد، أظن أنه أحدهم سيأتي لمهاجمتك. يعني شيء. الآن يبدو أن الشرطة جاءوا في أمر مستعجل، خلوني أشوف معهم وسأعود إليكم. سامحوا. شكرا على المشاهدة، لا تنسى الضغط على الاشتراك والإعجاب ليصلك كل جديد.